عالم المعلومات، طريق المعرفة. طائر المونال، الطائر الأسطوري اللي بيخطف العين والقلب من أول ما تشوفه، هو طائر حياته بتتحدد على حسب فصول السنة، وده اللي هنعرفه بالتفصيل في حلقة النهاردة، وهنتكلم عن مراسم التزاوج اللي صنفها العلماء على إنها مراسم أسطورية، فتابعونا عشان تعرفوا أكتر عن الطائر المميز المونال. طائر جميل يشبه الطاووس ولكنه أصغر حجما، بينتمي لعائلة طيور المونال اللي بيوجد منها 3 أنواع، وبيعيش كل نوع في مكان مختلف، وهم مونال الهيمالايا ومونال سكلاتر ومونال الصين. وبيعيش مونال الهيمالايا في جبال الهيمالايا بداية من شرق أفغانستان وحتى غرب الصين، أما المونال الصيني بيعيش على جبال وسط الصين، وآخر نوع وهو مونال سكلاتر بيعيش في شرق جبال الهيمالايا، وبيغير أماكن وجوده مع تغير الفصول. ففصل الصيف بيحب يعيش في المناطق العشبية المفتوحة، أما في الشتاء فيفضل العيش في الغابات الصنوبرية. وتعتبر طيور المونال شديدة التحمل للبرد الشديد، ولا تفضل الحرارة العالية، وده لأنها طيور بتنتمي للغابات الجبلية الباردة. يختلف شكل ذكر المونال عن شكل الأنثى تماماً، فهو مغطى بالريش الملون الجميل والمميز والمتناسق جدا مع بعضه، أما الأنثى فمغطى بريش معظمه بني اللون بس من غير ألوان زاهية، يعني في طائر المونال برضو الذكر أحلى من الأنثى. صغار المونال لازم يمر عليهم سنة عشان الذكر ريشه ينضج ويظهر بالألوان الزاهية، ويعتبر المونال طائر كبير نوعا ما، فبيبلغ طوله 70 سنتي تقريبا ووزنه يتخطى 2 كيلو جرام أحيانا، عشان كده يعتبر طائر بطيء. زي ما الذكر بيتمتع بشكل مميز وألوان زاهية، فهو كمان بيتمتع بصوت عالي، فهو تقريبا مش بيصيح طول النهار من أول ما الفجر ما يطلع لحد المغيب، والصياح بيزيد أكتر في موسم التزاوج. بتتغذى طيور المونال على النباتات كوجبة أساسية، وبتاكل كمان البذور وبعض الديدان والحيوانات اللافقارية. تعتبر طيور المونال طيور اجتماعية وبتعيش في مجموعات، وتعتبر كمان ودودة جدا، بس الحال بيتغير تماما في موسم التزاوج، لأن الذكر بيكون عدواني ومتوحش جدا. موسم التزاوج عند المونال بيبدأ في أواخر إبريل، ووقتها بيبدأ الذكر في عروض ورقصات بتجذب سكان الجبال عشان يتفرجوا على جمال الذكر وأسلوبه في جذب الأنثى، عشان كده تعتبر مراسم تزاوج طائر المونال أسطورية، لأنها بتجذب البشر قبل الأنثى اللي من نفس فصيلته، والعروض مش بتخلى من مناوشات الذكور ببعضها البعض، بعدها بتختار الأنثى شريكها وبيتم التزاوج، وبعد الزواج بيبنوا الزوجين أعشاشهم اللي بتكون بسيطة جدا تحت الأشجار أو على المنحدرات أو شديدة الانحدار. بتضع الأنثى من بيضتين لخمس بيضات، وبتكون ألوان البيض ما بين الأبيض أو الأبيض في بني، وبتفقس بعد 28 يوم. بعد ما بيخرج الكتاكيت للنور بيتحول الذكر لطائر عدواني جدا، لأنه بيحمي أطفاله من الحيوانات المفترسة، وبتفضل الأطفال في رعاية الأبوين لمدة 6 شهور وبعدها بتستقل بحياتها، وبتصبح الطيور ناضجة جنسيا في عمر السنتين، ومتوسط أعمارهم لحد 7 سنين.